السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل ومسهلا بالمتابعين الغالين، حياكم الله وبياكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام الماء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل سبت البحر. رواه مسلم. يا هلا ومسهلا بالشيخ علي. اهلا وسهلا، جارتنا البركه. الله يبارك بعمرك. الشيخ علي صراحه من المشايخ اللي ادرس عندهم ومن جازان، الله يرفع قدرك، ومعه الاخوه الكرام. السلام عليكم استاذ الاخ فيصل الحازمي، ما شاء الله. نعم، نعم. الاخ معاذ الشافعي. يا هلا بالشيخ معاذ، حياكم الله جميعا. الله يحييك، الله يسلمك، ما شاء الله. وش هذا الحلاوه هذه؟ الله يجزاه خير، هذه حلاوتك، الله يرفع قدرك. الله يسلمك. يا مرحبا، يا مرحبا. يعني ما شاء الله تبارك الله، عام 1400 تقريبا و16 او عام 1417 كان من اجمل التلاوات التي مرت، او من اجمل التلاوات التي سمعتها من الشيخ محمد ايوب. ما شاء الله، رحمه الله. انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الحجاز ولا الجهاز؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ومسهلا بالمتابعين، وصلني هذا الصندوق، بفتحه معكم. الله يجزاه كل خير اللي أرسله. السلام عليكم. من شركة دار سبوينت، جزاهم الله كل خير على هذه الهدية. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، جميلة جدا، الله يجزاهم خير. شكلها 3 عطور. أبغى تبارك الرحمن كتب الكتاب، والله اني احس بكتب. ما شاء الله، الله يجزاه خير. والله يا جماعه شفت حسبت كتب صراحه، ما شاء الله شكله كنا كتاب، ما شاء الله. شوفوا
جدا. الله يجزاكم خير. اتوقع الثانيات نفسها. في اثنين معها. ما شاء الله ظاهر البقية طول هذا شكل ما بسم الله الرحمن الرحيم لا المرة بسم الله إيه ما شاء الله تبارك الرحمن الله يجزاهم خير هذا كرت طبعا حقكم هذا باسم الوالد الله يحفظه إن شاء الله جزاهم الله خير شوف لي التدوير اللي قبل ما شاء الله تبارك الرحمن طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن بدون مجاملة الرائحة جدا جميلة طبعا هذه عطرين هذه باسمي وهذه حقة الوالد عطرين نفس الشيء وهذه حقة الوالدة عطرين الله يجزاهم كل خير بحط لكم موقعهم يستاهلون صراحة الشكل جدا